كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. احنا الدراري ديال شباب حركه الشباب الاخضر باننا نعمل واحد مبادره اننا نطعموا القطط والكلاب في انحاء مدينه ديال طنجه. وقمنا بهذه المبادره اليوم من الساعه 3 اتفقنا عليها قبل وقمنا باطعام القطط والحيوانات وكل شيء. بالنسبه لنا هذه الالتفاته اللي عملنا هذه الحمله كتجي كالتفاته الساكنه باش يشوفوا في هذه الحيوانات هذو خاصه القطط. كما كتشوفوا معايا حنا كنتواجدوا دابا في المقابر وهنايا كيكون واحد التكتل كبير ديال القطط اللي هي كتعرض للاهمال كتعرض لمجموعه ديال الاصابات في رجلها في عينها نتيجه ان مجموعه ديال المواطنين كيتعدوا عليهم. كاين مجموعه ديال القطط تعرضوا للحوادث ديال السير. وهنايا من هذا المنبر بغينا من هذه الحمله هذه اننا لفتوا الانتباه للمساله ديال الحيوانات ومساله ديال ان المواطنين خصهم شويه يرفقوا خصهم شويه انهم يتحلوا بشويه القيم الانسانيه وانهم يطعموا هاد الكلاب وهاد القطط اللي هي جائعه وخاصه في ظل هذا الحظر الصحي. كنشوفوا مجموعه ديال المطاعم سدات مؤخرا والمرصد سدات اللي كانت هي المصدر ديال القوت ديال هاد القطط. والان كنشوفوا خص المبادرات ديال جمعيات المجتمع المدني انها تثير الانتباه وانها تحاول ما امكن دير مبادرات بهذا الشكل. اذا هذا نداء مجموعه ديال الجمعيات المجتمع المدني الحركات باش ان وكذلك الدوله والمجلس البلدي باش انه يتحمل المسؤوليه ديالو في اطعام هاد الحيوانات وانهم يخصص لهم اماكن اللي تقدر تضمن لهم حق ديالهم في التغذيه والحق ديالهم في الحياه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.